الاحتياجات الخاصة بالدول النامية. énergétique juste dit JETP peuvent devenir un modèle de développement pour des partenariats construits suivant une logique similaire. Ils impliquent tous les acteurs pour permettre une sortie progressive des énergies fossiles. Ils mobilisent à la fois un financement public et privé. يجب أن نساعد في messieurs les présidents pilote ces stratégies avec des financements importants. Monsieur le Président Ramaphosa, le JETP d'Afrique du Sud, qui continue de monter en puissance, a vocation à devenir un exemple pour les autres partenariats. J'ai eu la chance d'être dans votre pays, Monsieur le Président, lundi et mardi. Ce modèle concernant les énergies fossiles peut être répliqué dans d'autres domaines, dont, par exemple, la protection des forêts et la protection de la biodiversité. Avec d'autres partenaires, nous avons lancé des discussions avec plusieurs pays qui affichent une ambition similaire. Le One Forest Summit à Libreville en mars a permis de lancer cette dynamique. Elle doit se poursuivre et de fait, les discussions se poursuivent avec le Congo. Et je dis par anticipation à l'arrivée du président de la République du Congo que je suis ravie qu'il soit avec nous pour aborder ce sujet ce matin. La France investit dans ses partenariats. Elle contribue de manière significative et même très significative au JETP avec l'Afrique du Sud, l'Indonésie et le Vietnam. Et vous connaissez bien sûr les projets concernant le Sénégal. Nous espérons que les forêts pourront être conclues d'ici la COP28 sur le climat à la fin de COP28. Votre engagement, et je sais, Monsieur le Président, en particulier celui de la Colombie sur ce sujet. De même, vous pouvez compter sur la France pour rester pleinement engagée sur ce sujet. Madame la Présidente, en ce qui concerne la France, فإننا نستطيع أن نلعب دائما كأوروبيين من أجل أن نجمع التمويلات اللازمة والتي يمكن أن تساعدنا في من أجل تنمية خضراء. نستطيع أيضا عن طريق هذه الشراكات أن نساعد الكرة الأرضية ونستطيع أيضا أن نتغلب على استخدامات الكربون وأن نتوجه نحو شراكة خضراء ونساهم في ذلك. في هذه الكلمات السادة الرؤساء السيد الرئيس لقد تأخرت عليكم ولكني أريد في هذه المداخلة أن أحدد بعض النقاط ولكن هذه السيد رئيس جنوب أفريقيا إني أشكرك لأنك موجود بيننا هنا أنت وأنت شريك أولي لنا في التحول الأخضر وأنت شريك أيضا ومع الدنمارك وفي التمويل أيضا هل تستطيع أن تقول لنا بعض الكلمات عن هذه الشراكة؟ أترك لك الكلمة. Well, thank you very much. I welcome this opportunity to be on this panel and actually this summit as well. We participate here and hope that this وكل أمل بأن هذه القمة ستضيف لعدد العمليات التي نحتاج إلى حشد الدعم وراءها والمشاركة بخبراتنا وما نفعله على صعيد المؤسسات متعددة الأطراف وما نفعله في المواقف التي نتخذها وهذا ما نبني عليه وهذا التأثير الذي negatively those processes. نود إطفاءه. فنحن في أفريقيا مثل ما يعرف معظمكم وجدنا
أن نحن أننا نقود مسيرة تاريخية بجمع 5 مليارات دولار لدعم التحول إلى الطاقة النظيفة، والذي في جنوب أفريقيا يتبع بخطة جريئة جدا للغاية. هناك بعض الدروس التي نتعلمها على مسار طريقنا نحو هذا التحول. فخطة مثل هذه حول هذه التحديات والخبرات لا يجب أن تفرض على أي بلد آخر. ففي حالة بلدنا كان علينا أن نأخذ بالحسبان جميع الخبرات والتي خذناها كدولة، والتحديات التي تواجهنا مثل البطالة والجوع والفصل العرقي في بلدنا ومثل هذه التحديات. فالخطة التي تساعد أي دولة على تخطي أي ظروف ستكون مختلفة، وستكون تجربتنا مفيدة لأي دولة تخوض نفس هذه الظروف. ففي أي تحول يجب أن نأخذ في الاعتبار المجتمعات المحلية المختلفة والمتعددة. فبعض المجتمعات تعمل في مؤسسات التي تعمل بوقود الأحفوري. فماذا يعني التحول الأخضر بالنسبة لفرص العمل؟ فيجب أخذ هذا بعين الاعتبار. فتأثير هذا التحول أن يكون تأثير عادل، تأثير تحول عادل على كل من يعمل بهذه المؤسسات حتى لا يتخلف أي أحد عن الركب. And people will be taken along. ولذلك يجب أخذ هؤلاء الأشخاص بعين الاعتبار. ويجب أيضا أن نتسم بالمرونة وتكون رحلة متسمة بالمرونة. فنحن في دولتنا تعلمنا هذا في رحلتنا وفي مسيرتنا في هذا الاتجاه، أن نعطي الانتباه لمثل هذه التحديات والتعامل مع النقص في مصادر الطاقة. ف90% من موارد الطاقة لدينا تأتي من الوقود الأحفوري، والآن تخوض الدولة تحدي كبير من حيث الطاقة، لأن معدلات الطاقة منخفضة للغاية. فكما قلنا في هذا التحول، حيث أننا نطبق سياسة معينة، يجب أن نولي الانتباه إلى بعض محطات الطاقة. لذا فمن المهم أن نولي الانتباه لهذا الأمر. فيما يتعلق بالناحية التمويلية، كان هناك بعض البيانات الجريئة من جانبنا في التعامل مع هذا الموضوع بعرض 5 مليارات دولار فيما يتعلق بالقوانين والقواعد والقروض التي اتخذناها. فنحن سنحتاج أكثر من 88 مليون دولار، وهذا أكثر بكثير مما تم عرضه علينا. لذا نحن نحتاج إلى إمكانية الوصول إلى تمويل مبتكر يزداد على نطاق أوسع، ويجب أن تكون القروض مراعية لظروف الدولة. ونحن توصلنا إلى فهم مع شركائنا حول موقف الدولة،
قام رئيس وزراء الدنمارك وهولندا مؤخرا زاروا دولتنا والتزموا ببعض التعهدات, وهذا شجعنا كثيرا على العمل لأن هذا هو النوع من الشراكات الذي نتطلبه, شراكات فعالة تولي الانتباه لموقفنا المالي, وأيضا هم على استعداد بالالتزام بمتطلبات مستقبلنا كدولة. فنحن نتعلم دروس جديدة على بشكل يومي, وهذه المفوضية أو توحد دولتنا. فعلى صعيد مكافحة أزمة مثل تغير المناخ هناك يتحد في العمل القطاع الخاص والحكومة والمؤسسات, كل منهم يشاركون في هذا النوع من المناظرات والمباحثات, وهي في الحقيقة مباحثات ثرية للغاية إذ يشارك فيها جميع أطياف الدولة. ولذلك يشارك الجميع بشفافية كاملة, وفي النهاية يسهم ذلك في ألا يتخلف أحدا عن الركب. شكرا جزيلا لكلماتك سيدي الرئيس, وأنا سعيدة أن أرى بأن الأمم تشارك في مسيرة دولتكم, وشكرا لتذكيرك أن أي تحول يجب أن يكون تحول عادل يأخذ بعين الاعتبار جميع النواحي. السيد رئيس جمهورية مصر العربية, كنا عندك منذ سنة, حضرنا COP27 وحدثت بعض التغيرات خلال هذه السنة فيما يخص التغيرات المناخية. تحدثنا فيما يخص التغيرات المناخية والتضامن العالمي من أجل الوصول ومن أجل الوصول إلى تغيرات. نحن الآن نريد أن نسمع كلمتك ورؤيتك ورؤية دولتك من أجل شراكة جديدة خضراء. معك الكلمة السيد الرئيس. شكرا السيدة وزيرة الخارجية, واسمحي لي في البداية أن أنا أتوجه بالشكر لفخامة الرئيس ماكرون وللسيدة رئيسة وزراء بربادوسا ميا مطلي على حديثها الرائع والملهم اللي تحدثت به وكل من تحدثوا في الجلسة الافتتاحية. واسمحي لي أنا أخلي المداخلة شقين. الشق الأولاني هو شق عبارة عن تسجيل لوجهة نظر مصر في الموضوع كله, ثم أتحدث عن الجهد والموضوع الإجراءات وما تحقق على المستوى الوطني. مهم أوي أن أنا أشكر فخامة الرئيس ماكرون على أنه استضافة هذا المؤتمر المهم في وسط هذه الأزمة أو الأزمات المتعاقبة التي مرت العالم تقريبا على مدار أكثر من 3 سنوات, والحقيقة هي ألقت بظلالها الكبيرة جدا على العالم وعلى يمكن بشكل أكتر وعبء أكبر على الدول النامية والذات اقتصاديات يعني هشة, ويمكن تهدد المكتسبات التي تم تنفيذها بواسطة هذه الدول خلال الفترة اللي فاتت. الحقيقة هذا الواقع الجديد يفرض على الجميع التكاتف لتعزيز النظام متعدد الأطراف ليصبح أكثر استجابة لاحتياجات الدول النامية وأكثر قدرة أيضا على الصمود أمام الأزمات بما يمكننا من مواجهة تحديات تغير المناخ التي لم نكن المتسبب الرئيسي فيها, ولكن نحن الأكثر تضررا منها.
في مثل هذه الظروف استضافت مصر طبعا القمة العالمية للمناخ شرم الشيخ COP27 في نوفمبر الماضي، وكانت مستهدفة ترجمة الطموح والتعهدات كالعادة. واسمحوا لي أنا مش هخرج كتير عن النص، ولكن عايز أقول دائما نقول حجم المشكلة والتمويل وكيف يتم تدبير هذا التمويل. غير كده لن يتم أبدا التحرك في تقديرنا لحل أي مشكلة إحنا بنطرحها، سواء كان على المستوى الوطني أو على المستوى الدولي. هنا كان الهدف هو ترجمة الطموح والتعهدات لواقع ملموس بما دعم التحول العادل من أجل تحقيق النمو الأخضر وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفقا للأولويات الوطنية لكل دولة. في هذا الإطار أود أن أشير إلى أن رؤية مصر في تحقيق النمو ترتكز على توفير فرص عمل وسبل عيش كريم وتعزيز مقدرات الدول عبر التحول العادل إلى أنماط للإنتاج والاستهلاك المستدام تقوم على الأسس العلمية والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والامتثال لاعتبارات كفاءة الطاقة. وبالتالي فإننا نقدر أن النمو الأخضر ليس بديلا عن التنمية المستدامة وإنما محفزا لها. وأنا في التجربة الوطنية اسمحوا لي حأشير على مجموعة من المشروعات التي تم تنفيذها في إطار يخدم النمو الأخضر وفي نفس الوقت يحقق التنمية المستدامة. في هذا السياق يعني دعوني أجيب بشكل عملي على سؤال السيدة وزيرة الخارجية، حيث تحضرني التجربة المبتكرة لبرنامج نوفي، وهذا البرنامج هو برنامج أطلقناه خلال المؤتمر ولاقى زخما دوليا كبيرا لاستهداف تعزيز الشراكات وتوفير التمويل العادل والمستدام لدفع العمل المناخي بالتركيز على قطاعات المياه والغذاء والطاقة في إطار متكامل. ويتضمن البرنامج منصة وطنية للمشروعات القابلة للاستثمار تم إطلاقها بمشاركة مؤسسات تمويل دولية وشركاء التنمية والقطاع الخاص لدعم البرنامج من خلال التمويل الإنمائي الميسر والمختلط. في ضوء ما تقدم تبرز محورية التمويل باعتباره العامل المحوري زي ما ذكرت قبل كده في تحقيق التنمية المستدامة بما فيها مواجهة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس. فضلا عن معالجة الاختلالات الهيكلية للنظام المالي العالمي الذي يتحدى من قدرته على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات. وطبعا زي ما شفنا النهاردة تم النقاش كثيرا على منظومة أو النظام المالي العالمي وأدي هذا النظام خلال 70-80 سنة حصلت تطورات كبيرة جدا جدا، وبالتالي هو يعني يمكن كل الكلام بيأكد أن هذا الأمر محتاج أن احنا نتحرك في تطويره عشان يجابه هذه التحديات. ونقدر أن هناك حاجة لتبني منظور شامل يضع تمويل التنمية في قلب أجندة العمل متعدد الأطراف ويضمن عدالته واستدامته إضافة إلى معالجة التحديات ذات الصلة. ويتمثل أحد أهم التحديات في الأثر التراكمي للأزمات الدولية المتعاقبة. هخرج هنا يعني في مصر أطلقنا برنامج للإصلاح الاقتصادي في 2016 وحقق هذا البرنامج مع صندوق النقد الدولي كل الأهداف اللي احنا كنا بنتمناها ووصلنا إلى معدل نمو 6%، وكل الأمور كانت مبشرة جدا جدا إن لو استمرنا بهذا الشكل الأمور هتبقى هتحقق الهدف اللي احنا من أجله عملنا برنامج الإصلاح. لسوء الحظ خلال أزمة COVID-19 والأزمة الروسية الأوكرانية أنا بقول إن ده كان ليه تأثير سلبي كبير جدا جدا على مسار أو على المسارات التي تحققت فيها النجاحات المختلفة، وتراجعت بشكل ملحوظ النجاح اللي احنا حققناه، ومنها ارتفاع التضخم العالمي لمستويات قياسية وتنامي إشكالية الديون بشكل خطير وامتدادها للدول النامية متوسطة الدخل، يضاف إلى ذلك تداول جدوى المعونات التنموية وتعظم المشروطيات المقترنة بها. هنا أيضا مهم قوي أن أنا أقول في النقطة ديت أن إحنا كان لنا خطة لإدارة الديون اللي إحنا
عملنا بيها خطة التنمية المستدامة. برضو هذا الأمر نتيجة الظروف اللي مرت خلال 3 سنوات ألقى بصعوبات كبيرة جدا أمام استمرار نجاحنا الفعال في خطة الديون، وبالتالي احنا بنضغط نفسنا ونصر على ان احنا ندير هذا الأمر بما يحقق الأهداف الوطنية. لذا فإننا نتطلع لإسهام قمة الميثاق التمويل الجديد في دفع المناقشات بمختلف المحافل الدولية من خلال عدد من الرسائل على رأسها ضرورة تكاتف الجميع، لا سيما مؤسسات التمويل الدولية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في الدول النامية، بالتركيز على تنفيذ متوصيات محفز أهداف التنمية المستدامة الذي أطلقه سكرتير عام الأمم المتحدة بالتعاون مع شركاء التنمية وبما يتسق مع الأولويات الوطنية. تبرز أيضا أهمية اتخاذ قرارات دولية سريعة تحول دون اندلاع أزمة ديون كبرى مع استحداث آليات شاملة ومستدامة لمعالجة ديون الدول المنخفضة ومتوسطة الدخل، فضلا عن التوسع في مبادلة الديون من أجل الطبيعة. كذلك توجد ضرورة لإصلاح الهيكل المالي العالمي لتعزيز تمويل التنمية المستدامة بما يتضمن إعادة تخصيص حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي وتعليق أو إلغاء الرسوم الإضافية للصندوق وقت الأزمات. في هذا السياق ضروري تطوير سياسات وممارسات بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعظيم قدرتها على الإقراض وتأثير نفاذ الدولة النامية له، وكذلك تعزيز الحوار بينها وبين وكالات التصنيف الائتماني لزيادة قدرتها على الإقراض دون المساس بتصنيفها، علما بأن المجتمع الدولي توافق خلال قمة شرم الشيخ على المطالبة بالكثير من تلك الإصلاحات. ختاما في الكلمة اللي أنا أردت بها تسجيل وجهة نظرنا في الموضوع ككل، لا يفوتني أن أشدد على أن تمويل التنمية المستدامة أمر جوهري في مواجهة تغير المناخ، والذي يمثل خطرا وجوديا، ومن ثم فأنه يعد هدفا عالميا لتحقيق المصلحة المشتركة للجميع وليس شأنا خاصا بالدول النامية. اسمحوا لي هنا هتكلم على الجهود اللي بذلتها مصر باختصار شديد، لن أزيد عن الوقت المخصص، يعني أن أنا أقول لكم جميعا أن مصر تحركت في موضوع المناخ بوقت مبكر جدا، ويمكن احنا يعني كن لنا مساهمة كبيرة جدا في اتفاقية باريس بحضورنا هنا أثناء عقد هذا المؤتمر. وبقول فيه ان احنا تحركنا وعملنا برنامج طموح جدا جدا يستهدف التحول للطاقة الجديدة والمتجددة بشكل كبير جدا حتى 2030، وتحركنا فيه وحققنا المستهدفات اللي احنا بنتكلم فيها. بالإضافة لكده دخلنا في برامج تستهدف تنمية مستدامة وفي نفس الوقت تحقق التحول الحماية وتنمية البيئة. مثال، احنا كان لدينا مجموعة من البحيرات على البحر المتوسط، هذه البحيرات كانت في حالة صعبة جدا جدا وتمثل يعني إساءة بيئية كبيرة جدا جدا. اتعمل برنامج خلال 7 سنين اللي فاتوا لتحويل هذه البحيرات إلى بحيرات صديقة تماما للبيئة، وده كلف الدولة المصرية أموال ضخمة جدا جدا للحصول على هذا الهدف. في نفس الوقت عملنا برنامج آخر للاستفادة من مياه الصرف الزراعي للاستفادة منها حتى لا تكون ملوثة للبيئة وتم تدويرها. احنا بنتكلم في أكثر من 13 مليون متر مية بيتم معالجتها من مياه الصرف الزراعي حتى يتم استخدامها أكثر من مرة. بنحقق بيها هدفين، الهدف الأولاني إن احنا عارفين إن يبقى فيه مية إضافية كحصص من نهر النيل هيبقى أمر يصعب تحقيقه في هذه المرحلة، ثم في نفس الوقت الاستفادة من هذه المية وما تبقاش ملوثة للبيئة. كل البرامج دي اللي أنا بتكلم فيها اللي هي طاقة جديدة ومتجددة أو معالجة مياه أو تحسين شبكة طرق واستخدام وسائل النقل الكهربائية كلها، هذا البرنامج كلفنا أموال ضخمة جدا جدا، وتعاملت خطة ديون لتمويل اللي أنا بتكلم فيه ده. الخطة كانت ماشية بشكل جيد وكنا قادرين على ان احنا نلبي إدارة هذه الخطة بشكل متوازن بما لا يمثل ضغط علينا وعلى موردنا، ولكن نتيجة الظروف اللي حصلت
خلال الثلاث سنين اللي فاتوا. أنا أقدر أقول ببساطة أن احنا محتاجين تفاهم من جانب شركائنا في التنمية والمؤسسة التمويل الدولية أنها تراعي هذا الأمر، مش بس لمصر، لمصر وللدول اللي هي ظروفها زي ظروفها. شكرا جزيلا. شكرا. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour l'information que vous nous avez donnée. Shukran. Et souhaitons beaucoup d'ambition à la COP 28. Nous entendions tout à l'heure Monsieur le Président du Niger et Madame la Première Ministre de la Barbade, que je salue l'un et l'autre, nous dire combien c'était nécessaire. Madame la Présidente de la Commission européenne, je me tourne. Maintenant, je vais me tourner vers le Président de la Commission européenne. Pour que vous nous parliez de المفوضية ومكافحة التصحر والمحافظة على البيئة ونحو عالم متحرر من استخدام الكربون، وأن تجيبي على بعض أسئلة شركائنا. شكرا جزيلا. أولا أود أشيد بأدائك في بداية هذه القمة، وإنه لقد حان الوقت لأن نقوم بمثل هذا العهد. فالكثير من المبادرات حول هذه القمة، وأود أن أساهم بثلاث نقاط. الأولى قد ذكرت بالفعل، فهناك في من الاتحاد الأوروبي برنامج باستثمار 300 مليار دولار، وبالطبع أحد المشاريع الأساسية في جنوب أفريقيا، ولدينا مشاريع في إندونيسيا وفي فيتنام، ومن اليوم في السنغال، والتحول إلى الطاقة المتجددة. وأيضا لدينا شراكات مع زامبيا وأوغندا والكونغو على سبيل المثال، ولدينا شراكات في بالهيدروجين وقعناها في كوب 27 في شرم الشيخ، وهذا تمويل على المستوى الأوروبي. وكما سمعتم في مشاريع مختلفة كان الدول الأعضاء يساهمون، وليس الأمر يتعلق بالتمويل فحسب، ولكن أيضا التحول كما ذكرت، توسيع نطاق القوى العاملة، وفيما يتعلق باللقاحات توفيرها للجميع. وسألتزم بموضوع المناخ لأنه موضوع هذه القمة، ولكنني أطرح مثالا فحسب. Of course, بالتأكيد البوابة العالمية لرأس المال الخاص، وهذا مهم للاستثمار. نحن بحاجة إلى رأس مال القطاع الخاص. والآن ننظر إلى سؤال كيف يمكننا جذب الاستثمار في التمويل المناخي في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية. وأود أن أقدم نقطتي الثانية، وهي مبادرة الصلة الخضراء الجديدة. ففي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية يجب أن تتوفر إمكانية الوصول إلى التمويل وتمويل وصناديق المعاشات، ولن تحصل الأسواق الناشئة على تمويل لإحداث التحول بهذه السهولة. فيجب أن نستنتج حلولا لهذا الأمر. وبالطبع السندات الخضراء أمرا حيوي لمساعدة أي نوع من البلدان لتنمية ودفع التحول الأخضر والاستثمار في احتياجات البنية التحتية
ولكن إذا نظرنا إلى الأسواق النامية سنرى أن هناك بعض العقبات، خاصة قلة وافتقار الخبرات. وأيضا على جانب المستثمرين نرى أن صناديق المعاشات لا تعلم الكثير عن الأسواق المهتمة، وهناك الكثير القليل قد تم فعله لنشر الوعي بهذا الصدد. فمعدلات الفائدة المرتفعة أيضا يؤثر بالسلب على هذه الأسواق الناشئة، فهناك 70 مليار دولار من صناديق السندات والتمويل قد ذهبت بالفعل. وعرضنا هو أننا أولا نشارك الخبرات عن كيفية تنمية هذه الأسواق، ولا أحد آخر ينشئ هذه السندات ويصدرها غير الاتحاد الأوروبي. ونحن نعرف بدقة كيفية إصدارها وكيفية الدعم الفني والمساعدة وبناء هذه الأسواق الناشئة. ويجب أن ندفع أيضا جانب المستثمرين، ولذلك نريد دعم المستثمرين وإعطائهم الدفعة اللازمة لدخول هذه الأسواق. ومؤسسات المالية في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي نحن نلتزم بدفع مليار دولار لدفع وتشجيع المستثمرين لإضافة استثماراتهم في أسواق الناشئة والاقتصادات النامية من أجل الاستثمار المستدام. والعامل الثالث أو النقطة الثالثة هي شيء جديد ما زلنا نعمل عليه ونبذل قصارى جهدنا كسوق، وهو تسعير الكربون. تسعير الكربون هو أحد العوامل الأكثر تأثيرا لتقليل الانبعاثات بطريقة ليس فقط العوامل الملوثة تتوقف عليها. فإذا استمرت هذه العوامل في التلويث سندفع المشاركين إلى الإبداع وتقليل الانبعاثات وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة. وأنا أفضل أن نبتكر ونذهب إلى الاتجاه النظيف، ولدينا خبرات عظيمة في هذا الصدد. وبدأنا في عام 2005 وعمليات التعليمية بدأت بالنجاح. وإذا نظرنا إلى الفترة التي عملنا فيها قللنا من تسعير الكربون بالكثير من ملايين اليوروهات، وانخفضت الانبعاثات بنسبة 25%. وبذلك يمكننا من تقليل الانبعاثات واستخدام الموارد النظيفة، ونحن نوسع التجارة الخالية من الانبعاثات عبر طرق جديدة. ويجب أن تذهب العوائد إلى مكافحة أزمات المناخ بخارج، ولكن هذا فقط الاتحاد الأوروبي. ولكن المبادرة التي أتحدث عنها وأود تقديمها ستولد المزيد من التمويل الذي سيذهب إلى كأموال خاصة إلى التمويل المناخي الذي نحن بأمس الحاجة إليه.
فكم من انبعاثات غازات الدفيئة التي تسهم في تفعيل الكربون حاليا؟ 4% فقط، وهذه 4% قد تم توليدها في العام الماضي بنسبة 55 مليار دولار. فالفكرة الآن هو كيف يمكننا زيادة تسعير الكربون في الدول النامية، فلديهم 80% من انبعاثات غازات الدفيئة. فإذا قللنا ذلك يمكنكم تخيل ما الذي يمكن أن نولده، وكم من الاستثمارات التي يمكن أن تذهب إلى التمويل المناخي. ولذا البوابة العالمية موجودة ونحن على الطريق السريع، ويمكن وما زلنا لدينا الكثير من العمل على تسعير الكربون، ولكننا نعمل على هذا التحدي، وأعتقد أن سيكون له نواتج رائعة. Votre engagement et de votre action à la tête de la Commission européenne pour tout cela. Monsieur le Président de la République du Congo, je vous remercie de nous avoir rejoints et j'ai envie de vous poser une question assez directe. Selon vous, Monsieur le Président, comment peut-on forger un partenariat international fort pour protéger cet inestimable trésor de biodiversité qui se trouve dans votre pays, Monsieur le Président? السيد الرئيس. شكرا. مدام لا مينيس. السيدة الوزيرة. أريد أولا أن أرحب بكم وأحييكم. le sommet de la rupture. Le sommet de la rupture. Pourquoi pas un sommet historique? هذه تعد قمة تاريخية. Parce que لأنها nous voyons tous نرى جميعا le changement climatique التغيرات المناخية التي تحيط بنا والتي تؤثر على الشعوب وتؤثر على الاقتصاد وخصوصا على أفريقيا. وهذا ما قيل في هذه الاحتفالية وعندما أثناء افتتاح هذه القمة من قبل زملائي هنا. وأيضا أرى أصدقائي الذين يجلسون في الصالة هنا من النيجر. Il se trouve que face à ces drames. ولكي نواجه هذه الدراما التي نعيش فيها. Prendre un repère. أستطيع أن أقول. La COP de Copenhague en 2009. إن الكوب الذي عقدت في 2009. C'était même à ce moment la COP de l'espoir. التي كانت تسمى كوب الأمل. Et il avait été annoncé. وقد كنا أعلنا من خلالها. Copenhague de soutien. أنت دعمنا وتضامننا جميعا. خاصة للدول الفقيرة والدول النامية. Et l'atténuation. Et nous sommes partis de Copenhague. ونحن كنا أعضاء في كوبنهاغن في شرم الشيخ. وأيضا في شرم الشيخ في مصر، ولكن منذ هذا الوقت لم يحدث أي شيء فعال. وفي كل اجتماع أو كوب نحن نكون موجودين في نفس الموقف وفي نفس الوضع، نقوم بإلقاء نفس الكلمات. في كوبنهاغن كنا أعلننا وخصصنا 100 مليار دولار كل عام سنويا للدول الفقيرة، ولكننا لم نرى هذا ولم يتم تنفيذه.
لذا فإننا أظن أننا اليوم في مفترق طرق أننا يجب أن ننفذ وأن نقوم بأشياء ملموسة وليس فقط أن نشارك في اجتماعات ولكن نريد أن نرى حلول ملموسة لكل هذه المشاكل. لقد قال السيد الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الصباح من هنا إلى غدا سوف نرى حلول ملموسة وهذا ما ننتظره. ولكن بالرغم من كل هذا مع هذا الوضع الصعب فإن الدول التي تعاني وأيضا مثل دولتنا الكونغو سوف نستمر في تقديم الجهود والمساعدات وأن نضمن جميع الحلول. إن دولتي قد فإنها تعاني من التصحر ونحن نحاول منذ 10 سنوات أن نحمي الغابات لدينا ونحاول خلال 10 سنوات القادمة أننا نصل إلى 1,000,000 هكتار. هذا هدفنا. في بلدنا لقد قمنا بإصدار قانون عن طريق البرلمان في شهر نوفمبر كل عام يجب أن كل مواطن كونغولي يجب أن يزرع شيء عنده. هذا قانون في شهر نوفمبر من كل عام. نحن نرى أن هذه الجهود سوف تكون ملموسة وأن شعبنا يحس بهذه الجهود. وعندما كنا في شرم الشيخ أعلننا ووجهنا نداء أعلننا أننا نرغب في أن يكون هناك عقد للغابات وكان هناك تأييد لهذا خلال مؤتمر الاتحاد الأفريقي في أديس أبيبا. وأنا أريد أن أستغل هذه الفرصة والمؤتمر الذي سيعقد في برازافيل في أكتوبر نوفمبر من خلال هذا العام فسيكون هناك مؤتمر ل3 دول منطقة الأمازون منطقة الكونغو ومنطقة الكونغو. بالنسبة لمنطقة الكونغو ساحل الكونغو لدينا 200 مليون هكتار من الغابات المحمية وأيضا 10% من البيئة المحمية التنوع البيئي المحمي فإن ساحل في ساحل الكونغو هو يقوم بالحفاظ على 80% من انبعاثات الكربون. نرى أن هذا جهود مبذولة جيدة من أجل الإنسانية ومن أجل الكفاح ضد التغيرات المناخية. إن القمة التي ستقعد للثلاث سواحل ننتظرها
La création d'un marché إن إنشاء سوق إن إنشاء سوق مشتركة سوف يقدم خدمة كبيرة للإنسانية ولهذه السواحل وسوف يكون حافز للتنمية. نحن ندعو شركائنا بالدعم المالي وخصوصا الشركات الخاصة القطاعات الخاصة للمساهمة في الحفاظ على التغير المناخي وإن المبالغ ويزودون بالمبالغ التي تساعدنا على محافظة على أرضنا وعلى التغيرات المناخية. إن جدول الأعمال الذي يتناول الطقس يجب أن نحافظ على البيئة سواء كنا على المستوى العام أو على المستوى العالمي وأن نقدم الاستثمارات اللازمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. ولكي أنهي حديثي أريد أن أشير إلى Les pays du bassin du Congo. فإن دولة الكونغو. 16 pays. دول ساحل الكونغو 16 دولة وضعوا. Le fond bleu pour le bassin du Congo. وضعوا تمويلات من أجل ساحل الكونغو. هو تمويل يهدف إلى التنمية. التنمية الاقتصادية. وهو أيضا تمويل. سيعطي للدول الأعضاء في ساحل الكونغو. يساهم في تنمية نحو تنمية خضراء. هذا التمويل نفذ بالفعل وموجود في البنك التنمية لأفريقيا الوسطى ويقوم بدعم البنك الدولي. وقد طلبنا الدول التي تقوم بتلوث البيئة بأن تبذل مجهودا من أجل تحول نحو تنمية خضراء وشراكة خضراء وأن تساهم معنا في ذلك من خلال التمويل وخصوصا وهنا وخصوصا دول الساحل الكونغي فنحن شركاء عالميين وذلك من أجل التنمية للجميع. هذا التمويل أيضا يسمح بحماية ساحل الكونغو وهي شريك للجميع شريك للجميع في العالم. فأنا أعتقد أن اليوم وغدا سوف نصل إلى قرارات ملموسة وأن هذه القمة العالمية التي تجمع القادة كل هؤلاء القادة وبالنسبة لهذه القمة مقارنة بجميع القمم التي حضرتها سوف تصل إلى قرارات ملموسة. زملائي الأعزاء نحن في لحظة فارقة تاريخية أتمنى أن هذه القمة خلال من اليوم إلى غدا سوف نصل إلى قرارات فاعلة ملموسة ونتخذ قرارات مهمة. أشكركم.
شكرا لك سيد الرئيس. سوف نعمل اليوم وسنعمل غدا من أجل قرارات ملموسة. وشكرا لك أيها الرئيس لأنك ذكرتنا بقمة برازافيل. السيد الرئيس بيترو، أعتقد أن العام الماضي أنك ألقيت مبادرة من أجل أن نصل إلى حفاظ على 30% من الأرض و 30% من البحار. ما هي مسؤوليتنا ومسؤوليات الآخرين من أجل الوصول إلى هذا؟ Seguramente en la cumbre CELAC, América Latina y Unión Europea, ahora en julio. Y que tiene que ver con este interrogante que durante todos estos años y últimas décadas viene fluyendo en las COPs, en las discusiones mundiales. El nivel de inversiones que hay que hacer para superar la crisis climática a escala global. Tiene que ver con cambiar la matriz energética en el mundo, sustituyendo combustibles fósiles, no complementando combustibles fósiles, que hasta ahora es lo que los números dan. Sin eso no hay solución. Dos, cambiando la movilidad hacia transportes públicos con energías limpias en todo el planeta. Tres, cambiando las formas de producir en la agricultura y en la industria, alejando el carbón, el petróleo, de los procesos tecnológicos de producción, que cambia, entre otras cosas, las relaciones sociales de producción. Y eso en el mundo de la mitigación, para que la chimenea de gases efecto no siga fluyendo a la atmósfera, fundamentalmente en el norte, porque el sur absorbe como esponja parte de esa emisión. La selva del Congo, el Amazonas, Indonesia, nosotros somos esponjas y el norte emite. Ya la esponja no es suficiente. Luego hay que hacer un esfuerzo en la mitigación, fundamentalmente en el norte. Pero nosotros, y este es el cuarto aspecto de la inversión, tenemos que hacer un esfuerzo en adaptación. Liberar espacios del agua, organizar la población alrededor del agua. El agua se vuelve el eje del ordenamiento local. Pero si la crisis se agrava, no es un ordenamiento local de la población alrededor del agua, que suena bonito, sino es un ordenamiento de la humanidad alrededor del agua, que implica el éxodo de miles de millones de personas hacia donde está el agua, o quedará el agua, y el agua quedará en sus países. Y entonces hay una enorme tensión política creciente, porque el sur iría hacia el norte, y de esponjas nos convertiríamos en éxodo. ¿Cuánto vale? Que es ordenar el territorio, cambiar la matriz energética, cambiar las formas técnicas de producción en industria y agricultura, cambiar la movilidad. Billones de dólares o euros. Y entonces, este es el debate. El capital que se guía por la rentabilidad, y esa es su ley. O si lo queremos, el mercado, que es su manera de expresarse, el mundo de las mercancías, pueden llevar los recursos por sí mismos hacia esta financiación que se necesita, o está limitado. Y su límite, si no lo reconocemos, implica que el riesgo de extinción de la especie humana está sobre el tapete de la discusión.
ustedes piensan que sí es posible. Las tasas carbón, los bonos verdes, los mecanismos bancarios, la posibilidad de crédito con tasa de interés para adelantar esta magnitud de proyectos, tanto en el norte como en el sur. La creencia que el capital le hace el mercado, que creó un Frankenstein, puede solucionar el problema del Frankenstein. Frankenstein es la crisis climática. Es decir, ¿puede el que originó el problema solucionarlo? Esa es una discusión teórica, política. He visto el debate. Los premios Nobel alrededor de estos temas. Pero en el fondo ambos, uno más radical que el otro, reflejan que el mercado puede hacerlo. Sin embargo, los números hoy de emisiones frente a la crisis climática dice que no. Estamos fracasando. Es decir, la vida humana está fracasando en el planeta. Y entonces, y es mi propuesta, porque no se trata, sería interesante a principios del siglo XX, no se trata de una guerra contra el capital, ya no hay tiempo, no hay tiempo. Se trata de admitir que el capital, leas el mercado, tiene un límite, que puede acompañar solo procesos hasta donde son rentables, pero que la mayor parte de la inversión que se necesita, de los recursos que se necesitan para de verdad superar la crisis y proteger la vida, van más allá de la rentabilidad. Es decir, no se sujetan a la rentabilidad, es decir, ni el mercado ni el capital pueden ayudarnos en la mayor parte del espacio, solo complementan. Entonces aquí vienen unas propuestas que quiero dejar sobre la mesa y que no son suficientes, pero que yo creo que serían importantes. Es decir, la crisis climática implica un gran plan Marshall global de inversiones que el capital privado no daría sino en una escala limitada. Lo que proponemos es lo siguiente: afrontar esto complementariamente a lo que ya se ha alcanzado, pero sustancialmente en la magnitud que creo que debemos dar ya, en unos mayores ingresos. Voy a poner el Fondo de Clima como institución, que ha sido hasta ahora raquítico. Unos ingresos adicionales que tendrían que salir como una taxación a las transacciones financieras mundiales. La Q de Tobin, le llaman en teoría los economistas, pero aplicado y destinado a financiar las acciones mundiales para superar la crisis climática, y una reducción de la deuda pública en todos los países de la Tierra, que no es una condonación, ojo, porque si no se afectaría el mundo de los pensionados de los países ricos, porque a través de este sistema de construcción del sistema financiero mundial han terminado los fondos de pensiones de los países ricos siendo propietarios de los títulos de deuda de los países medianos y pobres de la tierra. Entonces, si se condona por un lado, se le quita las pensiones por el otro lado a la gente. Una dinámica. لدينا مشكلة نقدية، ويتوجه النقد على هذا الصعيد إلى التضخم العالمي. And if we go back to Mr. Keynes in the 21st century, إذا رجعنا إلى ما ذكره السيد كلينسز، إذا كان لدينا هذه المشكلة العالمية في التمويل، سيجب علينا أن نذهب إلى تمويل كل دولة وإفادة الفقراء أكثر، وهم الأكثر تضرراً. Of capital held by entities like
واستخدام رؤوس الأموال التي تمتلكها صناديق المعاشات على سبيل المثال. ولكن إذا طبقنا السياسة التي ذكرتها سيعطيهم ذلك مساحة الحركة في الميزانية وسنساهم في حل أزمة المناخ إلى جانب الأزمات الأخرى. وهذه المرة الأولى التي نتخذ فيها خطوة فعلية منذ أن بدأنا نتحدث عن أزمة المناخ. فهناك جهود التكيف وجهود الوساطة وما إلى ذلك، ولكن التغير المؤسسي في النظام المالي العالمي على صعيد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وما إلى ذلك سيكون الهدف أن يكون لدينا تلك التحويلات وأدوات الدين العام مثل البنوك متعددة الأطراف وتقليل خدمة الدين على جميع البلدان حول العالم. وسيكون هذا النظام الأساسي الأول، ولذلك يتحتم أن يكون لدينا طريقة حوار أخرى، كيف سنقرض الأموال وكيف سنسترجعها وكيف سنخلق مجتمع يسمح بالحياة والازدهار من أجل أحفادكم وأحفادي. ستكون مشكلة انقراض الكائنات ستواجه الجميع، ولذلك يجب أن يكون هذه الخطوة الفورية، يجب أن تسري منذ الآن ونحن نواجه الانقراض حقا اليوم، ولذلك نحن في حالة التي تتضمن إعادة بناء البنية التحتية المالية العالمية. لا أقول أننا سنغيرها ولكننا سننتهي منها، ولكن نحن بحاجة إلى تغيير جذري. Financial transactions on the side where revenue is generated or on the side of public investment in our countries with فالاستثمار العام في بلدنا سيساهم في تقليل issuing of special drawing rights المشكلة، وما سيسمح لنا بامتلاك المزيد من القوة لممارسة حقوقنا في امتلاك وتقليل انبعاثات غازات الدفيئة، ويمكن أن ترتفع هذه النسبة. And everything that would have been put forward is a different council, the different mechanisms which are important and even precious. We want, for instance, to save the Amazon forest in the Congo. We want to save the Congo. We want to save the Amazon forest in the Congo. We want to save the world. لن تتوقف إلا إذا تكاتفنا وتمكنا من تقليل انبعاثات الغازات من الصين والدول الكبرى مثل الصين والولايات المتحدة وما إلى ذلك. وأنا أقترح هنا أننا نعمل مع الخبراء الماليين والذين عملوا في القطاع المالي العالمي في مؤتمر الأطراف على تعديل النظام التمويلي العالمي وأخذ خطوات فعلية ضد تحديات تغير المناخ. نحن بحاجة إلى نموذج جديد لنحتفي به، فلمدة 40 عاماً
having the same religiously chanted كانت لجميع دولنا شعارات ثابتة والآن عرفنا أنها لن تأخذنا إلا إلى الانقراض ولذلك نحن بحاجة إلى نموذج جديد لاتباعه فهذا كوكب بشري يجب أن تتكاتف الجهود من كافة الأطراف But seeing where the limits of market action هناك with حدود against climate change and make over and be of that public investment to act on public debt in such a way that this new space that we could call هناك فراغ جديد يمكن أن يمكننا التحرك فيه وهو رؤوس الأموال الخاصة لتقليل الانبعاثات والغازات والوصول إلى نسبة صفر انبعاثات. شكرا جزيلا. Thank you, Mr. President. Thank you very much for your ideas. You know that we are all working on innovative financing, in particular in the context of this. Increasing special drawing rights. وتزايد نسب الفائدة في الدول النامية. يجب أن نختم هذه الجلسة. ولكن في مؤتمر الأطراف في شرم الشيخ في العام الماضي تحدثنا في هذا الموضوع حول تقليل الانبعاثات. And to you, Minister, and the others. أود أن أتوجه بالشكر إلى الحكومة الفرنسية لاطلاعها بهذا الدور ولدفع هذه القمة ومنحنا فرص متساوية للتحدث وخاصة من دول الجنوب. هذه الخطة القديمة قد ولد was intermittent to say it politely. My daughter now is 4 years old. When she is my age, the one thing I can be confident of, I am sure that she will live in a world أنا متأكد أننا نعيش في عالم greener, very likely cheaper, and very likely نود فيه طاقة أنظف وأرخص من حيث التكلفة. All of you here, this conference itself ففي هذا المؤتمر هناك إثبات على أن هذا القطار يتحرك بالفعل. نعم ليس بالسرعة التي نحتاج إليها ولكن أننا نتوجه إلى هذا الاتجاه. لا يمكن أن نقول نفس الشيء على التحول الطبيعة. Because today about 12.5 gigatons of carbon or carbon dioxide حوالي 12.5 من الكربون يدار بطريقة خاطئة ويساهم هذا في تدمير الغلاف الجوي. لذا إذا لم يكن لدينا خطة واضحة لاستقرار الطبيعة فنحن جميعا هالكون. هناك مخازن كربون ما زالت موجودة في كونغو وفي كولومبيا وأجزاء من جنوب أفريقيا غنية بالكربون وتحتوي حوالي 90% من التنوع من أشكال التنوع البيولوجي. وفي مارس في دولة الجابون ساعدنا بمشاركة الرئيس ماكرون في إعلان التمويل لعديد من البلدان للعمل على هذه المبادرة التي استلهمت من الموارد المالية بين القطاع العام والخاص والتنسيق بينهما في جنوب أفريقيا وفي دول أخرى. فبعض التحضيرات ل إعداد الساحة لاستقبال مثل هذا التمويل المناخي
وتمويل الطبيعة. فنحن بحاجة إلى إخراط رؤساء الدول وأصحاب الأعمال في ووزارات كثيرة، ونحن بحاجة إلى أصوات الشعوب الأصلية وشعوب الدول، لأن معظم انبعاثات الكربون تأتي من مصادر عند الشعوب الأصلية. وثالثا، نحن بحاجة إلى توفير النقد اللازم لتنفيذ هذه العملية، ويجب توسيع نطاق عمل القطاع الخاص والجمعيات الخيرية والمجتمع المدني. أيضا يمكنهم لعب دورا، ولكن الأصل هو القطاع الخاص وتحريك رؤوس الأموال. فبالرغم من جهودنا، نحن بحاجة إلى القطاع الخاص. في جنوب أفريقيا هناك بعض المشاريع التي يساهم فيها القطاع الخاص بشكل كبير، وتعمل عليها أيضا المجتمعات المحلية وتعمل على ترميمها. فالكربون، مشروع الكربون الأزرق الأول، دخل إلى السوق بالفعل عن طريق انخراط المجتمعات المحلية. ولذا يمكنكم رؤية أن المثل، على سبيل المثال، صناديق مع المعاشات الكندية قد ساهمت بشكل كبير في هذا التمويل. لذا نحن بحاجة إلى مزيد من التمويل لتوسيع نطاق المشاريع والأعمال، ونحن بحاجة إلى القطاع الخاص لوضع خطة لمجابهة آثار وتداعيات تغير المناخ. شكرا لك على وقتك. أود أن أشكركم كثيرا على مقدمتك حول النمو الأخضر، وهذا الميثاق المالي العالمي الجديد نحن نسعى من أجل تحقيقه على مدار هذين اليومين. هل تود إضافة شيئا؟ شكرا لكم جميعا، وسنراكم بعد قليل. Pendant deux jours. Monsieur le Président Bazoum, vous avez eu la patience de rester jusqu'au bout de cette table ronde. Souhaitez-vous ajouter quelque chose? Sinon, je vous remercie de ce que vous avez dit tout à l'heure et de votre présence. À tout à l'heure. Merci beaucoup.